يمكن دي اخبار يعني عايزه مختصين شويه وعشان نتعرف اكتر ونسهلها لكل مشاهدينا. معايا على الهاتف الخبير المصرفي الاستاذ هاني ابو الفتوح. استاذ هاني اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، مساء الخير. مساء النور. ويمكن اخبارنا النهارده الخاصه بالعمليه الاقتصاديه والماليه اخبار سعيده، وعايزه حضرتك يا ريت لو بس تسهل لنا موضوع اللي هو مؤشر جي بي مورجان اللي مصر انضمت ليه مؤخرا بعد خروجنا منه في عام 2011، ايه اهميته وايه الضغوط اللي اتحطت علينا عشان نقدر ان احنا ندخله مره ثانيه ونقدر نكمل فيه ان شاء الله؟ طبعا الاخبار دي اخبار سعيده، والاخبار يعني دي بتحمل في طياتها ثقة متجددة في الاقتصاد المصري. بالنسبة لإدراج السندات المصرية في مؤشر جي بي مورجان وتصريح وزير المالية أنه هيؤدي إلى تحسين السيولة في سوق الدين بالعملة المحلية، الحقيقة أنا عايز بس أدي النبذة عن مؤشر جي بي مورجان. مؤشر جي بي مورجان للسندات الأسواق الناشئة ده أحد المؤشرات اللي بيتابعها عن كثب وباستمرار المستثمرين في الأسواق الناشئة، وبيستخدم كمقياس للأداء. المؤشر ده يعني من أهميته أنه هو اتأسس سنة أو في أوائل التسعينيات، وبيعتبر مؤشر مركعي بيستخدم لقياس أداء العائد على السندات الحكومية السيادية وكمان سندات الشركات الكبرى اللي بتصدر في الأسواق الناشئة واللي بتتوافق مع المعايير والشروط الخاصة بالإدراك في المؤشر. طبعا انضمام مصر لمؤشر جي بي مورجان للسندات هيكون له عدة فوائد. على سبيل المثال مثلا هيكسب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب في أذون وسندات الخزانة الحكومية اللي بتصدرها الحكومة المصرية، وده بيؤدي إلى تحسين السيولة في سوق الدين بالعملة المحلية، ده من خلال زيادة الطلب على السندات الحكومية من المستثمرين الأجانب وصناديق الاستثمار الأجنبية، وبالتالي هيخفض تكلفة التمويل وإطالة عمر الدين بطريقة بتؤدي إلى انخفاض تدريجي للاحتياجات التمويلية. يعني نقدر نقول إن هو شهادة جودة موثقة بيفهمها كل المختصين، إن دي خلاص دلوقتي مصر مكان آمن للاستثمار، أقدر إن أنا أستثمر، ده حتى بالنسبة للأجانب. كمان يمكن من الأخبار الجميلة إن السندات الخضراء، طبعا إحنا دلوقتي في تغيرات مناخية فالعالم كله هيتحول خلاص على مشروعات بتخدم البيئة، مصر طرحت سندات خضراء، ما أهميتها؟ مصر كانت يمكن من أول الدول في المنطقة اللي هي بتطرح سندات خضراء. السندات الخضراء دي بتمول مشروعات صديقة للبيئة. مصر اتغطى الطرح بتاعها السندات الخضراء، هي كانت طرح ب 500 مليون دولار وارتفع التغطية ل 750 مليون دولار. السندات دي بتمول المشاريع الصديقة للبيئة، وفي اتجاه عالمي للتوسع في إصدار مثل هذه السندات الخضراء، وهي بالتالي بتنوع من مصادر التمويل في مصر، لأن أصبح اهتمام المستثمرين العالميين بالسندات الخضراء اهتمام كبير، ومصر دشنت أو دخلت هذا المجال بنجاح، وبإذن الله يعني هتواصل طرح هذه السندات كتنويع لمصادر التمويل. جميل جدا ان مصر سباقه دايما في اي حاجه، ان احنا ما نبقاش واقفين مكاننا والعالم كله ماشي في اتجاه تاني، ودي كلها اخبار ايجابيه بشكر حضرتك عليها، وان شاء الله يا رب دايما المزيد من الاخبار الايجابيه ونستفيد دايما من خبرات حضرتك. الخبير المصرفي الاستاذ هاني ابو الفتوح بشكر حضرتك شكرا جزيلا.